السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. الزلف لهون، مرحبا يسون. كيما راكم تشوفوا اليوم، شوفوا لي هاد الزبده ولا هاد لا مارغرين اللي هيتلالي قدامكم. حنديروها بيان سور في البيت، حنديروها مقادير جد وبسيطه اقتصاديه متوفره في كل بيت. هاد لا مارغرين ولا مضاعفه المارغرين ولا الزبده، بيان سور هي ماشي زبده، هي مارغرين. لو بوتي ديالي هنايا بيان سور الوصفه اي متداوله، راكم عرفتوا الطريقه. باش هنايا برك باش نوصلوا للناس بلي هاد ماشي كل ما نشرو حاجه ولا لا ماركان ولا زبده نقولوا هي زبده 100%. هي اكيد تكون كيما نقولوا في اغلب الاحيان تكون مغشوشه، يعني نيمبورت لو كي يقدر يخدم زبده ويبيعها وتشوفوها ويدير لها اكستري تاع الزبده، تشموها فيها ريحه الزبده، دونك فيها مواد مش صحيه، يعني ما فيهاش مواد صحيه في هاد الزبده، يعني مكونات يعني بسيطه. دوك تشوفوها غير بكاس زيت، كيما انا هنايا عندي 200 غرام تاع لا مارغرين، ميم با ماشي زبده حره، زدت عليها واحد كاس تاع الزيت وكاس تاع حليب شويه ملح. حنا خدمنا كيما يقولوا واحد 600 ولا 700 غرام تاع الزبده ولا مارغرين تخدموا بها ما كاش ليزونسييل. باش تفهموا ملي خليكم لاخر الفيديو. وهنا نبداو في المقادير. بسم الله، انا عندي 150 مليلتر عفوا تاع الزيت، 150 مليلتر تاع الحليب، يعني كاس صغير برك انا هنايا درت. عندي 200 غرام تاع لا مارغرين، انا هاد لا مارغرين وزنتها انا عندي 200 غرام. هذا واش انا حندير كميه قليله برك بسيطه وتشوفوا شحال تعطيني. نتوما اللي حبيتوا تضاعفوا عجبتكم النتيجه ضاعفوا على روحكم. هنايا انا حكمت البلاندور، هذا خدمت بهذا الميكسور، حطيت الحليب بداية الامر، زدت عليه 200 غرام هذيك تاع الزبده، وهنا نخلطو، يعني ما كاش مشكل نخلطوهم حتى يتجانسوا. نتوما الا ما عندكمش هاد لو بلاندور خدموا غير بالخلاط هذاك لو بلونجور هذاك لو بغا ميكسور. فوالا، الا عندكم هذا بيان سور ساهل، ما تعيوش روحكم، ديروا كلش تخليوه يتخلط. بداية الامر كي ديروا هذاك الحليب، بيان سور الحليب هنا يكون نحيتوه من الثلاجه، يعني ما يكونش بارد بزاف. فوالا نخلطوهم كي بداو، يعني ما في بداية الامر شوف كيفاش يتكتل شويه، بصح ما تخافوش مع حرارة تاع البلاندور هذايا مع السخانة يعاودوا تتحل شويه هذيك لا مارغرين ويتجانسوا. وهنا كيما تقدروا يعني ما ديروش هاد لا مارغرين ديريكتوم هكذا، دوزوها شويه، دوبوها في الميكرووند وحطوها مع الحليب يتخلطوا مع بعضهم. وانا بعد ما تجنسوا شويه، انا جبت هنا هذاك الكاس تاع الزيت، بيان سور هنا الزيت نزيدو غير بشويه، انا نخدم غير بالعقل كيما نخدموا لا مايونيز، حنطلعوهم بتي ونخلوهم يتخلطوا بيان كوم يلفو. هاكم تشوفوا يعني كيفاش هايطين ضعفوا هذه الكميه، يعني 200 غرام تاع لا مارغرين ولا زبده، وانتم خدمتوا يعني كميه كبيره، شوفوا ما فيها والو، وشوفوا القوام ديالها ومن بعد كيفاش يجي هو يعني من نفس القوام، ما كاش انديفيرونس. على انا نكمل بهذه الطريقه، قلت لكم الزيت لازم تهبطوا غير بالعقل. وهنا نكملوا في التخلاط تاع هاد المكونات، لازم نخلطوا ونخليوهم يعني يتجانسوا بيانكم يلفوا. شوفوا كيفاش يولي هذاك الخليط يولي ليس، ها ولا كيفاش يجي. وهنا بيان سور نجيبو كميه تاع الملح، هنا نجيب ملعقه نصف ملعقه صغيره تاع الملح، اكيد هنا الملح ما لازمش تنساوه حولك باش تجيكم بيان سور عندها ذوق هاد لا مارغرين ما تجيكمش مسوسه. نزيدوه نكملو تاع نخلطوه شويه. راكم تشوفوا هاد لو ميكسور ولا هاد البلاندور يعاون، يعني ديروا كلشي لداخل يتخلطوا هاد المكونات ويجي القوام ديالهم هايل، يعني ما تعيوش روحكم. ماشي كيما هذاك لو بغا ميكسور، يعني لا يخدمكم شويه تحسوا يعني عندكم خدمه شويه، دونك هذا يجي ساهل. وشنو كي تجي تنقيوه تلقاو هاد لا ماتيغ ديال لاصقه كاع في لي كوتي، ماشي كيما الاخر يجيكم ساهل. فوالا، هذه هي زبده ولا لا مارغرين اللي خدمناها ولا اللي ضعفناها، وصح ضعفت ماشي برك ضعفت، هنا اون تريبلي الكميه هذيك 200 غرام، هنا عطاتنا حوالي 750 ل 800 غرام تاع لا مارغرين. شوفوا القوام ديالها ولا تيكستور كيفاش راهي، لا كولور الله، يعني شوفوا يا با ان ديفيرونس بينها وبين اللي تتباع. اكيد هنا يعني فاسيلمون نشرو حاجه مغشوشه، هاد يعني للعبره، يعني هكذا نقدروا نشرو زبده ولا نشرو لا مارغرين اللي فيها بزاف الزيت اللي فيها بزاف الماء، دونك
هايلك شوفوا يعني ما كي تشوفوها هكذا تقولوا اي لا مليحه وكلش. هنا برك الامانه انا هاد لا مارغرين ما حطيتهاش في الكونجيلاتور، انا ما حطيتهاش في المجمد، حطيتها في الثلاجه حوالي ربع ساعه 15 دقيقه وشوفوا كيفاش تمسكت. نتوما لا حبيتوا ديروا يعني كميه يعني عجبتكم ديروا كميه كبيره، ديروها في ليمون اون سيليكون ولا في بايط هكا علب تاع الزبده، ديروهم في المجمد عادي، هي مش حتتجمد تقعد هي هي، كي تخرجوها يعني تخرج عادي يعني تولي طريه. هاي كيفاش راهي الاوريجينال مع لا غير لا كولور شويه. هادي يعني بار كوريزيتي، على بالي بلي كاين بزاف منكم حتسيو تجربوها، اكيد تعجبكم النتيجه تعجبكم. وكل ما زدنا بيان سو هنا يمكن كثرت زدت كثرت الزيت وزدت كثرت الحليب يعني حنلحق حتى الكيلو، وشنو الطعم يعني ولا الذوق يتبدل كاريمو يعني ما في حتى ريحه. وهنا اكيد بيان سو هاد لا ماكارين اللي خدمناها نقدروا نستخدموها في الحلويات ونستخدموها في الطبخ ديالنا عادي كما نستخدموا لي ماكارين اللي نشروها في المحلات. وشنو هنايا الذوق بين قوسين يعني ما نضمن لكمش، اكيد نتوما حد هادي يعني مفروغ منها وتشوفوا لا ديفيرونس، ماشي كيما لي كاطو اللي نخدموهم بالسمن ولا بالزبده الحره، الذوق يعني ذوق رائع تجي هايله. وهنايا بيان سور النتيجه ديالها كيما يقولوا القوام ولا تجي مرمله الحلوه عادي بهاد لا ماركارين. وشنو الذوق كيما قلت لكم يعني ذوق حاجه واحده اخرى. فوالا هذه هي الوصفه تاع اليوم ولا الفيديو تاع اليوم، ان شاء الله تكون استفدتوا منه وخديتوا يعني ناخذوا منه العبر يعني مع هاد الاشياء. كيما نقدروا نخدموا الزبده نقدروا نخدموا تاع لو فرماج، فرماج كيما يقولوا فورما فرماج بلون فرماج روج، كاع كل شيء تخدم في الدار كل هاد الاشياء تخدم باغ اكزومبل بكميه قليله نخرجوا كميه كبيره، وشنو الذوق يروح يعني يتبدل، والمكونات الصحيه اللي تكون الداخل تكون راحت يعني تبدلت كليا. دونك هادي بين قوسين، ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه واستفدتم من الفيديو. ما تنساونيش بلي لايك تاعكم والبارطاج، ووصفه واحده اخرى فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم، ارتين بليث.